قلت مستر ابراهيم عبد الرحمن يوسفي واز بورن ان تانجير ان 1924 يعني عبد الرحمن يوسفي زاد في تانجير 1924 before serving the Moroccan people as a prime minister he was a human rights lawyer يعني قبل ما يخدم مغاربه يعني الناس مغاربه كوزير الاول كان هو واحد المحامي ديال حقوق الانسان واكتيفيست اكتيفيست يعني فاعل اوكي اند ادفوكيت فور immigrant workers right in France يعني مدافع على حقوق يعني المهاجرين في فرنسا اوكي his political career launched in 1959 يعني المهمة ديالو ولا السيرورة ديالو المهنية السياسية انطلقت في 1959 when he joined the National Union of Popular Forces ملي انخرط في الاتحاد يعني الوطني ديال القوات الشعبيه اوكي popular forces ده هو الابريفيشن ديالو قال لك the iconic politician اوكي يعني سياسي الايقونه and human rights activist faced arrest in 1959 يعني هاد الايقونه السياسيه وهاد الفاعل ديال حقوق الانسان واجه يعني التوقف هنا arrest يعني بحال قلتي يعني الاعتقال in 1959 serving a two-year prison sentence ودوز عامين ديال الحبس اوكي هنا ديال السجن اوكي حيت كاين فرق ثاني بين السجن وبين الحبس اوكي anyway Mr. Yusufi spent the next 15 years of his life يعني اليوسفي قضى هذيك ال 15 عام التالية من حياته in exile الإكزايل هو المنفى in Paris Paris until he returned to Morocco to join the Socialist Union of Popular Forces USFP يعني يبقى في باريس في المنفى حتى رجع للمغرب باش انخرط ثاني في هذا الاتحاد الوطني ديال القوات الشعبية he became the party secretary general اصبح هو سكرتير ديال الحزب بارتي هنا هو الحزب اوكي الامين العام اوكي in 1998 King Hassan II invited him to lead his government as prime minister. In 1998, الملك حسن الثاني عرض عليه باش يقود اللييد هو يقود الحكومة as prime minister كوزير أول. His four-year term يعني ديك المدة اللي قضى فيها أربع سنين term brought increased freedoms for both the Moroccan people and the media. يعني شهادات واحد يعني واحد الارتفاع في الحريات ديال بجوج ديال الشعب المغربي ووسائل الاعلام ميديا هما وسائل الاعلام اوكي نمشيو لباراجراف 3 قال لك ان 2003 هي ريتايرد فروم بوليتيكس تو سبيند هيز ليتر ييرز ان كازابلانكا يعني استقل من السياسه باش يقضي السنوات ديالو الاخرى في كازابلانكا ويز هيز وايف مع المراه ديالو اللي سميتها هيلين يعني نصرانية. In 2016 the former prime minister يعني في 2016 يعني الوزير الأول السابق the former هو السابق went to the hospital مشى الهوسبيتال يعني السبيطار with pneumonia pneumonia يعني واحد المشكلة في التنفس where he received a visit from King محمد the sixth اللي استقبل واحد زيارة من طرف الملك محمد الثالث Okay, the socialist icon's last public appearance came in January 2020 in Fez. يعني آخر ظهور لهذه الأيقونة السياسية كانت في يناير 2020 في Fez where he presented a book about his political experience by Driss Gorawi. يعني فين قدم واحد الكتاب على التجربة ديالو السياسية من طرف دريس غوراوي. اللي هو هاد دريس غوراوي شكون هو وقال لك هو واحد المروكان ايكونوميست اند كورنت هيد اوف ذا كانتريز ايكونوميك سوشيال اند انفايرمنتال كونسل يعني واحد الاقتصادي مغربي والهيد الحالي يعني الرئيس الحالي ديال هاد المجلس ديال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اوكي سو اللاست باراجراف قال لك ان ولا لاست بيفور ذا ليست اوكي قال لك ان اوغست 2019 في اغسطس 2019 On the 20th anniversary of his accession to Moroccan to the Moroccan throne, يعني في الذكرى ديالو العشرين في الولوج ديالو ديال العرش الملكي المغربي, the king Mohammed the fifth paid tribute to Mr. Yusufi by naming brigade of new military graduates after him.
يعني الملك احتفل به عن طريق انه سمى واحد البريغاد ديال العسكر سماها بسميتو. I have decided to name this year's group of graduates after Mr. عبد الرحمن يوسفي who shared with me with my late father His Majesty King Hassan II and with me the same unwavering principles. دابا الملك حسن يعني محمد السادس هو اللي تهضر قال لك I have decided يعني قررت انني to name this year's group graduate باش نسمي المتخرجين ديال هذه المجموعه هذه ديال هذه السنه على سميت مستر عبد الرحمن يوسفي اللي تيشارك معايا هو شيرز ويد مي ويد ماي ليت فادر اللي تيشارك مع الاب ديالي اللي هو هيز ماجستي كينج حسن ذا سكند يعني جلاله الملك حسن الثاني اند ويد مي ذا سيم ان ويفرين برينسيبلز ومعاه تيشارك معايا نفس البرينسيبلز البرينسيبلز يعني نفس الاعراف ونفس المعايير اتسترا اوكي Love for the homeland and strong commitment. والحب ديال البلد دياله homeland and strong commitment to the nation's sacred values. والإخلاص دياله يعني القيم المقدسة ديال البلد nation. To the kingdom's territorial integrity. ويعني الوحدة الترابية ديال المملكة. أوكي هنا هذا possessive هذا الأسد يعني possessive يعني الملكية تنقول the kingdom اللي هي المملكة territorial integrity. يعني الوحدة الترابية ديال المملكة and to the defense of its best interest والدفاع عن يعني interests يعني أفضل مصالحها okay best interest he said okay he died in May 2020 مات في ماي 2020 كما تنعرفو a great political legacy وخلى واحد الإرث سياسي كبير great political legacy legacy and so much love in the heart of all Moroccans وحب كبير في قلوب المغاربة لهذا النص موقود من موروكو World News اوكي غنمشيو للكومبريهنشن كيما ديما كومبريهنشن فيها 15 نقطة سؤال الأول قال لك base all your answers on the text يعني بني جميع الأسئلة يعني الأجوبة ديالك على النص مهم أنا غادي نحاول نقراي هذا السؤال الأول ونجاوبو together اوكي match the main idea with the correct begin paragraph. Mr. Yusri died in May 2020. In May 2020. Okay, great. السؤال الثاني 2003 شنو جرى في 2003؟ Mr. Yusri retired from politics. Yeah, يعني استقل من السياسة. يعني retired from politics to spend his later years in Casablanca with his wife Helen. Okay. وف أشنو أش من سنة اللي فين he was elected prime minister of Morocco. يعني. أخذ سنة شنو سنة. Okay, 1989. Okay, great. يعني انتخب كوزير أول ديال المغرب. Okay, نمشيو السؤال الثاني. Okay, read. Are these sentences? Are these sentences true or false? The Yusri spent years of his life in exile in Madagascar. Yeah, in Madagascar. Okay, great. يعني شوف العبارة صحيحة ولا خطأ؟ قال لك Mr. Yusri spent years of his life in exile in Madagascar. False. وشنو هو الجواب الصحيح؟ ماشي في مدغشقر ولكن. He spent the next years of his life in exile in Paris. Yeah, in Paris. Great. All right. Now we move to King Mohammed the Sixth appointed Mr. Yusri head of government. Had appointed يعني عين. True. King Hassan him to lead his government. Okay, he so well he can well wazir ديال الحكومة يعني to lead the government. Okay. Three, Mr. Yusri was an honest man with great values. يعني Mr. Yusri كان واحد رجل يعني اللي هو honest شفاف هكا honest يعني شي واحد ما تيكذبش with great values قيم عظيمة. نزيه okay so honest man هو رجل نزيه. هذه القضية واش ترو ولا فوس؟ غنمشيو ثاني للنص.
وشنو هو justification؟ بك a strong commitment to the national. Yeah, excellent. Okay, great. So strong commitment to the nation's sacred values. يعني اتساق شديد بمقدسات البلد الأساسية والقيم يعني المقدسة. Okay. So anyway, let's move to see complete the following sentences. يعني أتمم الجملة التالية. الجملة الأولى: Mr. Yusufi shares with late King Hassan II the same principles of. يعني القيم دي. Principles ديالش. Of love for the homeland and a strong commitment to the. Yeah. Okay. Great. So the unwavering principles: love for the homeland, يعني حب ديال البلد الأم, a strong commitment to the nation's sacred values. Okay. Great. Now we move to question two. He was paid tribute by. By many guard of new military graduate after him. Okay. ولا باي نقدر نقوله باي the king. محمد the sixth. هاي هنا حتش قال الكينج محمد the sixth paid tribute to Mr. Yusuf. هذه الجملة في الباكت الاكتيف فويس يعني المبني المعلوم, ونتمك غير قلبوا بداو داروا لها بالمبني المجهول وسولوكم راه هي راه كينج محمد the sixth paid tribute to Mr. Yusuf. قال لك Mr. Yusuf was paid tribute by King محمد the sixth. صافي هادشي اللي كاين. Okay, so now we move to D. What do the underlined words in the text refer to? علاش يعودوا الكلمات اللي مسطر عليها في النص؟ الأولى هي the iconic politician paragraph 2. شكون هو the iconic politician؟ الأيقونة السياسية على من تتعود؟ paragraph 2 هاي. شكون هو الأيقونة السياسية على من تيهضروا هنا؟ على مستر يوسف. Yeah, excellent, great. صافي يعني راه ساهلة يعني لا مستر يوسف great ولا عبد الرحمن يوسف. Okay, great. So now we move to another question. The parties, يعني الحزب. Paragraph 2. اش من parties هنايا؟ اش من حزب هنا؟ party هو الحزب ماشي حفلة. يعني البوليسي يقدر كلمة يعني جوج معاني ولا ثلاثة. اش من حزب انا؟ هذا يعني السوشيال يونيون ولا سوشيالست يونيون اوف بوبولار فورسز, الاتحاد العام للقوات الشعبيه. اوكي, سو اني واي ليتس موف تو كويستشن اي. فايند ان تكست ووردز اور فريزز ويتش مين ذا سيم از, يعني سيب كلمات من النص يعني تقريبا بحال الاولى. سبورتر في الباراجراف 1, سبورتر شي واحد اللي تيدعم شي واحد. اوكي, سبورتر paragraph 1 يعني كاين واحد الكلمه هنا تعني supporter تدعم مثلا حقوق الانسان ولا المهاجرين ولا حقوق المهاجرين ولا advocate. Yeah, excellent. Advocate هو supporter. Advocate. Now we move to unshakable paragraph 4. Unshakable شي حاجه غير قابله للتحريك ولا شي حاجه اللي راسخه مبدئيا. اوكي, paragraph قلنا 4 نورمالمون تعطيكم الباراجرافس مرقمين. So we have paragraph 1 2 3 4. Okay, unshakable هما unwavering principles. Okay, unwavering هي unwavering غير unwavering بوحدها. Okay, great. So let's move to E. Finding the text words or phrase which mean the same as قلناها. Famous paragraph 2. Famous هو شي واحد مشهور. يعني مشهور ولا معروف. Okay.
نقدر ناخذ هاد ايكونيك هذه شويه راه عندها علاقه بمشهور وحيت واحد فيمس واخا جاوبنا عليها قبيله ولكن حيت هذا راه امتحان غير تجريبي غير دايرينو يعني ما خاطرش المركز الوطني للتقويم و اختبارات اللي كاين في المغرب ولكن حيت غير دايرينو داكشي علاش فيه شي مرات انكونسيستنسي ماشي مشكل اوكي نمشيو تشوز ذا بيست انسر يعني اختار العنوان الصحيح ولا اختار افضل سؤال افضل جواب قال لك التكست از اباوت يعني النص تيهضر على واش ذا لايف اوف تي في ستار واش الحياه ديال واحد النجم ديال التلفاز ولا ذا بايوغرافي اوف بوليتيكال ليدر ولا سيره الغيريه ديال واحد القائد سياسي ولا ذا كارير باث اوف اركيولوجيست ولا السيره المهنيه ديال واحد الاركيولوجيست اش من وحده في هذا 1 2 ولا 3 علاش يهضر هذا النص علاش ينجم في التلفاز تي في ستار المهم I'm going to answer تيهضر على the biography the biography هي السيرة الغيرية ديال political leader نمشي و language language فيها 15 نقطة اوكي ما عرفتش انا if you still hear me or not but it doesn't matter المهم غيبقى التسجيل ديك الساعه نحطو في يوتيوب so anyway سؤال الاول fill in the gaps with the appropriate words from the list يعني املي الفراغ بكلمات مناسبه من اللائحه عندكم education تربيه priority شي حاجه اللي اولويه good جيد technology implement يعني يطبق هنا they were working hard for the common and not for selfish interests يعني كانوا تيخدموا بجد بالنسبه لشي حاجه مشتركه شنو هي مشتركه for the common the common good تنقولوا the common good and not for self interests يعني المصلحه العامه the common good and the government is giving high to industrial development يعني الحكومه تعطي شي حاجه مرتفعه to industrial development يعني high priority يعني اولويه مرتفعه يعني تنمية صناعية. B give the correct form the correct form of the words in practice يعني الشكل الصحيح يعني الكلمات بين قوسين. But what remains true is that your graduate marks your passage into adulthood. يعني هنا غنعطيو الشكل الصحيح يعني هنا غادي نحاولوا نبدلوا المورفولوجيكال ستراكشر ديال هذه الكلمة هنا graduate يعني تيتخرج غادي تولي graduation marks يعني النقاط ديالك ديال التخرج انا خصني نحول هذا graduate اللي هي فعل غادي نحولها لاسم انا باش عرفت خصني نحولها لاسم يعني خصني نزيد لي هذيك ION يعني غتولي graduation نحيد هاد E وغترجع graduation وغادي نشوف السياق فين جات قال لك that your gra يعني your هنا ضرب possessive يعني اصلا possessive تيتبعو اسم وهنا تبعها اسم كذلك يعني اسم تي موديفي اسم اخر so your graduation marks النقاط ديال التخرج your passage into adulthood the time when you begin to take charge of your own life it is when you get to decision هو القرار ولكن غادي خصني نقول ان خصك تقرر you to decide what is important to you the kind of career you want to pursue Obama said alright put the verbs in brackets in the right tense يعني ذات افعال بين قوسين في الزمن صحيح by this time next year Moncef Slaoui and his team developed a vaccine against COVID-19 virus يعني قبل من هذا الوقت العام الجاي Moncef Slaoui والتيم ديالو يعني الفريق ديالو غيكونوا طوروا لقاح ضد COVID-19 يعني الفيروس ديال كورونا سو غنقول will have developed a vaccine غيكونوا طوروا يعني تستخدم future perfect for bread alone is the best novel that يعني الخبز الحافي for bread alone هي أفضل رواية اللي قريت I have ever read يعني تستخدم الـ present perfect تستهدر على شي حاجة اللي جرت مرة في حياتي يعني كتجربة تنقول لك I have never been to Spain عمري ما مشيت لإسبانيا مثلا ولا this is the first time I have seen this guy هذه هي المرة الأولى اللي تنشوف فيها هذا الشخص يعني نقدر نشوفه مرة أخرى هنا فين تستخدم الـ present perfect مع هذا الانديكاتور دو طون اللي هو whatever rewrite the sentences beginning with the words given اعيد كتابة الجمل ابتداء بالكلمات المطاط the Moroccan government is handling the COVID crisis effectively
يعني الحكومه المغربيه هي تتعامل مع الازمه ديال كورونا يعني effectively واحد الفاعليه. هنا غادي نحاول نحولها للباسيف فويس، نقول the covid 19 crisis is being handled by the Moroccan government effectively، يعني هي تتعامل معها من طرف الحكومه المغربيه بفعاليه. هنا تستخدم حيتاش هنا ال present continuous، غادي نزيد ديك is being handled، نزيد ed. Many teens are thriving with online learning، يعني بزاف ديال teens هما شباب ولا اطفال، اوكي okay. are thriving with online learning، يعني غادي مزيان في التعلم يعني عن بعد، online distance education، تقولوا distance education ولا online learning. اوكي كوتي كيتي تولد جورناليست، هنا كاين واحد الريبورتين فيرب ديال قال، اذا هنا راه حنا تنهضروا على الدرس ديال ريبورتد سبيتش ديال كلام منقول. اذا غنقول كيتي تولد جورناليست ذات ميني teens were thriving with online learning، غنشد هذيك ار غنردها were، حيتاش غادي خاصني نبدل الازمنه، حيتاش هذا الريبورتين فيرب راه كان سيمبل باس، الا كان سيمبل بريزنت يرجع سيمبل باس. Anyway, although Aisha had slow internet connection، بالرغم من Aisha عندها واحد رب شبكة الانترنت يعني slow، يعني تقيل تنقولو تقيل بالدارجة، she managed to join the Zoom session، قدرات انخرط في الحصة ديال Zoom واحد الابليكاسيون ديال فيديو كونفرنسين. Anyway, هنا نستخدم واحد لينكين وود اللي هو in spite of، يعني بالرغم من، غنقولو in spite of having slow internet connection، بالرغم من توفر على يعني رب شبكة الانترنت ضعيف، فاصلة عوضا باش نقول شي غنقول عيشة، حيت اصلا الضمائر تعود على الاسماء، اذا غنقول عيشة managed to join the Zoom session، يعني عيشة قدرات تنخرط في الحصة ديال زوم. اي fill in the gaps with the appropriate words from the list، يعني املئ الفراغات بالكلمات الملائمة من اللائحة. Do you know that Moroccan scientist is known for his critical role in the development of lithium line باتري، يعني واش تعرف العالم المغربي اللي معروف ان على الدور ديالو الفعال ولا المحوري في تطور البطاريات ديال الليثيوم. اذا غنقول هنا حيت الساينتيست الشخص، اذا غنستخدم الضمير ديال الوصل اللي هو هو، غنقول هو از ناو. ثانيه ذات ذا ريستورنت وي ميت فور ذا فيرست تايم، يعني هذاك هو الريستورون اللي فين تلاقينا المره الاولى، اذا غنقول هنا اللي فين، هنا حيت هذا بليس غنقول وير وي ميت فور ذا فيرست تايم. If what does each sentence express؟ شنو تعبر كل جملة؟ إذا عندكم هنا these expressions عبارات والfunctions ديالهم، يعني الوظائف اللغوية ديالهم. إذا الأولى what about taking few days off؟ علاش ما ناخدوش بعض الأيام ما نديرو والو؟ هنا تنعطي واحد suggestion، اقتراح. To my mind، بالنسبة ليا ولا in my opinion، في النظر ديالي that dress looks perfect on you، داك الكسوة تبان عليك واعرة. أوكي؟ إذا هنا تنعطي expressing opinion. Would you mind if you give me some water؟ واش ماشي مشكل الا عطيتيني شويه ديال الماء ولا الماء. هنا تندير واحد طلب، making a request. والتاء الرابعه that's exactly how I feel، هنا تنعني agreeing، يعني الاتفاق. اوكي هنا عندكم ثاني حوار، تكملوا complete the following dialogues appropriately. هنا عندكم اجابه وانتم ما ديروش سؤال ولا العكس. Each time I wear my mask, my glasses fog up. What is your advice? يعني كل مرة تلبس الماسك، يعني النظر ديالي تجي فيهم ضباب. أشنا هو النصيحة ديالك؟ شغادي نقول لي؟ نقول لي you should not wear your glasses with your mask. ما خاصكش تلبس نظارك مع ماسك. In case you مهم. ولا نقدر نقول لي you should do soap on your glass because I heard it on Facebook post ولا I saw it on Facebook post. Anyway تعطيو نتوما الهدف هو تعطيو نصيحة. ثانية قال لي look شوف I'm sorry to trouble you but the pizza you sent does not taste good. اسمح لي برزقتك ولكن راه البيتزا اللي رسلتي ليا ما الطوق ديالها ماشي هو هذا. يعني هنا واحد الكاستمر سيرفيس يعني خصهم يجاوبوا، هنا عندنا واحد كومبلين خصني نعرف اشنو هو بعد اللي نحدد الوظيفة ديال هاد العبارة. إذا complain يعني خصني نجاوبو كإجابة على complain، غنقول ليه we are really sorry we will fix this soon، نحن نعتذر بشدة سوف نصلح ذلك قريبا. صافي غنمشيو writing، عندكم two tasks task 1 and task 2، جوج ديال المهمات.
So task one, complete the following paragraph. يعني كمل الجملة يعني الفقرة التالية. تعطيكم هنا guided reading. تعطيكم فقرات يقول لكم كملوها. Coronavirus is really big threat to everyone. يعني كورونا الفيروس ديال كورونا هو واحد تهديد على كل شيء. However, there are different ways to protect ourselves from it. ولكن كاين بزاف ديال الطرق باش نحميو نفوسنا منه. First, يعني نقول الطريقة الأولى. التلاميذ شنو تيجراو تيكتبوا تيكتبوا الافعال ولكن ما تيديروش يعني السوجي ما تيديروش تيكتبوا الفعل ولكن ما تيكتبوش الفاعل. مثلا خصنا نقول هنا we should wash our hands every day. Second, we should not go outside. Third, we should not get close to people. ماشي wash our hands, not get outside, not talk to people. لا خاصكم ضروري ديروا فاعل فعل مفعول به كنصيحة. التاسك الثاني write an email to your friend in which you tell me tell him or her. يعني اكتب واحد الايميل صديق اللي فين غتقول ليه ولا تقول ليها how you prepared and studied for your national exam during the coronavirus lockdown. يعني تقول لي كيفاش بريباريتي استعديتي وكيفاش قريتي الامتحان الوطني ديالك خلال الحجر الصحي ديال كورونا فيروس. هنا خاصكم تطبقوا القواعد اللي قريتو على الايميل. Dear friend, I hope my email finds you well. I'm going to tell you how I spend my time during COVID-19 lockdown. First, I did this. Second, I did that. Third, I did that. And I was not satisfied. I'm looking forward to hearing from you soon. Best regards. يعني هنا هاد الشيء غتكتبوه في وثائق عاد غتجيو تكتبوه في ورقة التحرير. And thank you so much for your attention.